متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. لازلنا نتواصل مع حضراتكم مع اشواطنا المتتاليه في هذا المساء، اشواط الحيل والزمول لاشواطنا المفتوحه، وهذه فترتنا المسائيه التي باذن الله تعالى سنختم هذا المحلي السادس ومرحلته الثانيه في هذه الامسيه التراثيه الجميله. ايها الاخوه الافاضل، نتواصل مع شوطنا الثالث وهو ثاني أشواط الحيل الكار، بينما هو ثالث أشواطنا في المجموع وفي الترتيب. نتابع مقدمة هذا الشوط، الصدارة والقيادة مع القارية، القارية لهجن الشيحانية، تضمير القارية مع سالم بن جابر بن فاران المري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، ولا من تحتل المركز الثاني هذه ولا لهجن الشيحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابعها ويضمرها. ننتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث وصلت الوجبة، من تحتل المركز الثالث هذه الوجبة لهجن الشيحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يضمرها. أو هنا نعم، هذه الوجبة لهجن الشيحانية وسالم بن جابر بن فاران المري يتابعها في التضمير. نعم، ها هو بن فاران من يتابع الوجبة، من تحتل المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، رابع يا سلام يا سلام يا سلام، نعود وإياكم، نعود ونتابع المقدمة مع القارية، القارية لهجن الشيحانية وسالم بن جابر بن فاران المري يتابعها في التضمير. وعلى المركز الثاني هنا الوجبة لهجن الشيحانية، الله، والمركز الثالث كذلك الداودية. يا سلام، الأوامر لم تصدر هنا مع ثلاثة المراكز الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام، نقول كما يقولون الزملاء، لله درك يا فتى، لله درك يا بن فاران. يا سلام، ثلاثة مراكز تتتالى أيها الإخوة في هذا الشوط. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الوجبة، هذه القارية مع المركز الأول، وعلى المركز الثاني الوجبة، وعلى المركز الثالث الداودية، كلها لهجن الشيحانية وتضميرها مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. الله يسعد مساك يا بن فاران، ويسعد مساء شعار هجن الشيحانية. الله الله، ثلاث نقاط في هذا المساء، ثلاث نقاط لهجن الشيحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري، وثلاثة مراكز في هذا الشوط كلها كذلك لهجن الشيحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري. القيادة كما ذكرنا وصلت في المركز الأول القارية، المركز الثاني الوجبة، المركز الثالث الداودية لهجن الشيحانية، كلها المركز الرابع وصلت ولا لهجن الشيحانية، وعلى المركز الخامس وصلت على المركز الخامس السعدية لهجن الشيحانية، جميعها لهجن الشيحانية. أيها الإخوة الأفاضل، نعود ونتابع وإياكم لحظة وصول القارية عند انتزاعها لناموس هذا الشوط. 12 دقيقة 54 ثانية، أربع أجزاء من الثانية، هذا هو توقيت القارية. من فازت معنا بأول الأشواط أو بالمركز الأول نعم في هذا الشوط، تهانينا لهجن الشيحانية، وأفضل توقيت كذلك يتسجل بدون أي ضغوطات، معلومة المشاهد العزيز بأنها بدون أي ضغط وبدون أي أوامر. هنا تصل على المركز الثاني وصلت الداودية كذلك لهجن الشيحانية، 12 دقيقة 57 ثانية، 10 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الشيحانية. وعلى المركز الثالث وصلت الوجبة على المركز الثالث، 12 دقيقة 57 ثانية، 33 جزء من الثانية، تهانينا والناموس بالثلاثة المراكز الأولى لهجن الشيحانية، كما نهني مضمرة